أبلغ من العمر 10 سنوات، أدرس بالسنة الرابعة بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بالقصور. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. سعيدة أن أدعوكم لتعيشوا معي تفاصيل يوم رمضاني في بلدتي. بما يتميز هذا الشهر في بلدتنا؟ تفضل. من أقرأ الآية المكتوبة على السبورة؟ تفضلي. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد انتهاء الحصة توجهت كعادتي إلى المكتبة العمومية لمراجعة بعض الدروس والاستفادة من بعض القصص. وفي رواق المكتبة شدني منشور حائطي مداره دعوة للمساهمة في عمل تطوعي تضامني ألبيها بكل سرور هذا المساء. تصديقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومساندة للعائلات التي تشكو الحاجة، ومساهمة في المد التضامن المواطني، شاركت أطرابي هذه الحملة، وكانت القناعة والدافع قويتين. هي الأخلاق تحملنا إلى الآفاق تأخذنا. وبعد يوم حافل بالزيارات توجهت نحو الجمعية القرآنية بالجهة، وتدربت على ترتيل ما تيسر من الصور. وما إن وصلت المنزل حتى كانت وجهتي مع أفراد عائلتي وجيراننا عين مزاج. مدينة القصور هي مدينة المياه بامتياز، لذلك لا غرابة أن ترى الأهالي يقصدون عيونها كل مساء قبيل الإفطار لملء الماء العذب الذي نتذوقه بحلاوة رمضان. وما إن عدنا حتى قررت وشقيقتي الكبرى التكفل بإعداد مائدة الإفطار لهذا اليوم، تخفيفا عن أمي التي تفننت طويل الشهر في المطبخ، وأنا أن تأخذ نصيبا من الراحة. بعد تنظيف المطبخ حان وقت صنع حلويات العيد. من عادات بلدتنا لما يشرف شهر رمضان على النهاية يساعد النسوة بعضهن البعض في جو من الفرح والسرور، وبعد الانتهاء منه نحمله نحن الأطفال لمخبزة الحي. الآن وقد نضجت الحلويات وعطر شذاها كل أركان البيت أقصد دار الشباب لأتابع عرضا مسرحيا ضمن ليالي رمضان. أقف حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم.